ايه يا نهلة؟ قاعدة لوحدك ليه؟ مش الدكتور قالك ما تقعديش لوحدك كتير؟ كنت محتاجة اقعد افكر مع نفسي شوية. يا ترى فكرتي؟ ايوه وصلت القرار. وصلت القرار عايزاك تساعدني فيه. احمد انا عاوزة فكرتي كويس؟ ايوه فكرت كويس وانا موافق، بس لازم تعرف يا نهلة اني حاولت كتير كتير قوي علشان حياتنا تستمر مع بعض، لكن يظهر ان الظروف كانت اقوى. احنا الاثنين حاولنا من وجهة نظرنا، لكن للاسف مفيش فايدة. يعني خلاص هي دي النهاية؟ للأسف مش ممكن يبقى في نهاية تانية. صعبان عليا ان حبنا الكبير اللي كان بينا يروح كده بين يوم وليلة. وانا كمان والله صعبان عليا قوي. بس أنا عايزك تعرف حاجة يا نهلة، أنا عمري ما حنساك أبدا. ولا أنا كمان أنساك، بس الزمن كفيل ينسي. أنت طالق، طالق طالب.